السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السادة أصحاب المعالي، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر. في البداية أتقدم بالتهاني للأخ ماجد سلطان المسمار على ترأسه لهذا المؤتمر. كما يسرني باسم الجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأتقدم لهم بالتهاني القلبية الصادقة على إطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى لهم مزيداً من التقدم والازدهار. السيدات والسادة، يسرنا أن نشارك الاتحاد الدولي للاتصالات في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكل فئات المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي لكل فرد في بلدنا، وتوفير خدمات النفاذ الشامل للإنترنت لسد الفجوة الرقمية، وتوفير النفاذ إلى النطاق العريض للجميع، والتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الحروب وانهيار الاقتصاد الوطني. ونعمل على تمكين الابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم التحول الرقمي في المجتمع، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات. السادة الحضور، لا تزال الجمهورية اليمنية تعاني من الحروب والصراعات السياسية التي تؤثر على بناء شبكات الاتصالات وتزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أننا وفي هذه الظروف استطعنا أن نبني شبكات حديثة تلبي متطلبات المواطن من خدمة النطاق العريض. فقد بنينا بوابة للاتصالات الدولية وشبكة ألياف ضوئية رديفة للكابلات البحرية، وكذلك تم إنشاء مزود خدمة للإنترنت اللاسلكي ذو النطاق العريض، ووضعنا الخطط الاستراتيجية لاستكمال انتشار شبكة الإنترنت اللاسلكي لكل محافظات الجمهورية. وإدراكا منا بأهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد حافظنا على تشغيل شبكات الاتصالات في ظل هذه الصراعات التي تمر بها البلاد لتقديم خدمة للمواطن وتساعد المجتمع اليمني على التواصل فيما بينهم ومع العالم الخارجي وتحافظ على وحدتنا اليمنية. إن المجتمع الدولي على علم بما يدور من حروب وصراعات في اليمن وما حدث من تدهور في اقتصاده الوطني وتدمير بنيته التحتية، والذي انعكس سلما على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. فقد أدت سيطرة الإنقلابيون الحوثيون على مراكز تحكم شبكات الاتصالات إلى تراجع أداء شبكات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت في المناطق المحررة، بالإضافة إلى ما يقومون به من تهريب للمكالمات الدولية وعبث في إدارة الشبكات، أثر سلبا على الإيرادات الوطنية وأضعف الأمن الوطني. وما زاد الطين بلة، تعرض اليمن لأسوأ الكوارث الطبيعية خلال سنوات الحرب التي أدت إلى تدمير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ومنها إعصار شبال 2015، وآخرها قبل أسبوعين إعصار لبان شرق اليمن الذي أحدث أضراراً جسيمة في قطاع الاتصالات، حيث قطع كابلات الألياف الضوئية والنحاسية وجرف مقويات الإشارة في جميع المسارات الدولية والوطنية، ودمرت أبراج شبكات الهاتف النقال، مما أدى إلى خروج خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل كلي على المحافظات الشرقية والجنوبية. إننا وبالرغم من كل هذه التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية لم نألو جهداً عن تطوير جميع مفاصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن، فقد قمنا بالعمل منذ أكثر من عامين على مشروع تطوير وتحسين الاتصالات والإنترنت، ووضعنا الخطط الاستراتيجية وبناء محاور السياسات والقوانين والبنى التحتية والتطبيقات. السيدات والسادة، نطلب من مؤتمركم الموقر هذا دعم اليمن بالموافقة على قرار يساعد الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطويرها. ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا على كل الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للشعب اليمني في قطاع الاتصالات. أعزائي الحضور، في الختام نقدم أحر التهاني والتبريكات لجميع الدول التي ترشحت لعضوية مجلس الاتحاد، والسيد الأمين العام للاتحاد، والسادة والسيدات مرشح الدول لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد، والسادة والسيدات المرشحين لمناصب رؤساء القطاعات الثلاث، وكذلك نهني المرشحين لعضوية لجنة لوائح الراديو، متمنين للجميع النجاح في الانتخابات والتوفيق في عملهم في الاتحاد في السنوات القادمة.
كما نقدم شكرنا وامتناننا إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بكل فروعه وأقسامه والعاملين عليه لدعمهم المتواصل لليمن، وحث دول العالم للوقوف معه في محنته. ونرجو لمؤتمرنا هذا النجاح في أعماله وتحقيق جميع أهدافه بما يخدم مصلحة الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع الدول والشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.